السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسونا من اللايك فضلا وليس أمرا. قبل ما أبدأ بكلامي عن فيديو اليوم، شكرا لكل تعليقاتكم الحلوة وتشجيعكم لإلي. لما أنتوا بتشجعوني أنا أكيد رح أضل عم بعمل محتويات أكتر وأكتر. بشكركم لكلماتكم الحلوة ومشاعركم الحلوة وتشجيعكم لإلي، وأنا بالمقابل حكون بالمثل لكل مين عم يشجعني، رح أدعمه ووقف معه مثل ما هو دعمني ووقف معي، لأنه نحنا ما منكبر إلا ببعض. دايما اعتبروا عائلة اليوتيوب هي عائلتكم الثانية. لما أخت هيك بتقصر شوي عن المحتوى، طبعا بيكون عندها ظروفها كذا، روحوا اسألوا عنا، قالوا لها وين جديدك، شجعوها، بجوز هي اليوتيوب احبطها مثل ما بيحبطني احيانا، مثل ما بيحبطكم، خصوصي نحن هلا لساتنا قنوات صغيرة، فلازم هيك يعني اللي بيضعف الثاني يقويه. حبيت هيك احكي هالكم كلمة مشان هيك يعني يلا نتشجع مع بعض وايد واحدة ونتفاعل مع بعض حتى كلياتنا ان شاء الله ننهض ونطلع ونكبر مع بعض، وخصوصي اصحاب، بل الكلام هذا موجه بس لاصحاب القنوات الهادفة، والحمد لله كل اللي عندي قنواتهم هادفة. لكل اثنين متزوجين او لكل صديقتين او لصديقك او لكل اثنين مثلا، الا ما يوقع مهما كنتوا بتحبوا بعض، الا ما يوقع خلاف بيناتكم على وجهة نظر او نقاش حاد او تختلف معه او يختلف معك، قد ما كنتوا بتحبوا بعض الا ما تمروا بهي المرحلة. مثلا الزوجين لما تختلفوا على شيء لا فورا تاخذوا موقف او تفكر انك تتركه او تفكري انك تتركيه، تفكروا بكلمة الطلاق، لا اتأكدوا تماما. حتى لكل صديقين اختين اخين اي اتنين بيحبوا بعض بهالحياة، ماشي، مو دغري تفكروا بقرارات وانتوا لسه يعني بدكم تتخيلوا وقت الخلاف مثل كاسة مي حطوا لها شيء عكروها فيه، حطوا لها مثلا ليكن شوية رمل حركوها حتلاقوها تعكرت، استنوها لترقد بينزل الرمل لتحت، ببين الرمل وين بصير تحت والمي بتصير فوق، ساعتها بتعرفوا تحكموا انه هي اسمه مي وهذا اسمه رمل. وهيك وقت الخلاف مع اي حدا منحبه بهالحياة، مع اي حدا، مو شرط منحبه، مع اي حدا وقت بتختلف مع حدا، انت وقت الخلاف او وقت الغضب بتكون معكر تماما مثل كاسة المي هي، استنى لتروق لتهدى، مسك حالك قد ما فيك، اوعك تاخد اي فكرة بتجيك ببالك تتبناها ودغري تقولها، اوعك. اتخانقتوا زوجين ما تفكري دغري بالطلاق، انت كمان ما تفكر دغري بالطلاق، ما يكون اول فكرة براسك هو الطلاق. صديقين ما تفكري عندي اترك هاي الصديقة خلص، او بدي اعملها بلوك او بلوك من حياتي، لاختي بدي اقطعها مثلا، ابي امي اللي هو مثلا، اوعك تفكروا هيك. هي اول شغلة. فانت مثلا يا زوج لما بتقرر انه انا خلص بدي اطلقها، او هي نفس الشيء، او انا صديقي صديقتي بدي اتركها خلص، فانت معناها عم تقطع اي طريق للمصالحه، ما بدك تستمر معه اصلا، انت عم تقطع اي طريق للمصالحه معه. فمجرد انك لا تطرد هالفكره مبدئيا من بالك لحتى تدور على اسباب الخلاف، انا ليش اختلفت معه، شو الاسباب، ليش يا ترى هو عمل هيك، ليش فكر هيك، ليش قال هيك. فنحن مالنا انبياء، يعني ممكن يكون الطرف الثاني فهمك غلط، ممكن سوء تفاهم، ممكن اجت لعب الشيطان بعقله، اجت اشياء انجمعت مع بعضها فكونت فكره، لعب ابليس بافكارك. اعطي حالك فرصه، مو دغري نفكر بالترك عند اي مشكله بتواجهنا، مو نفكر دغري بالترك، انما نفكر بالبدايه باسباب الخلاف. انت معصب هلا، متضايق كذا، طيب بس ما تخطر ببالك اول جمله الترك، سواء متزوجين او حتى صديقين او حتى من عيلتك. هي اول شغله. ثاني شغله، لا تبلش تاذيها بالكلام وتهينها بالكلام وتصيد بالمي العكره، وانت كمان الزوجه كمان، صديقه، صديقتك، قرايبك، اي حدا. هذا الكلام وجه لاي حدا، مو بس للزوجين، لكل اثنين، تمام، كل اثنين متفاهمين، اصدقاء، لا لكل العلاقات بقصد. ما دغري توجه الكلام المؤذي وتصطاد بالمي العكرة. كيف؟ بيكون بأيام الرواء حاكي لك والله إنه مثلا زوجتك حكت لك إنه مثلا صديقتي فلانة ضايقتني بكذا وكذا وكذا وأنا عملت كذا، وأنت مثلا بساعة الرواء
لا انت عملتي صح وبرافو عليكي واللي عملتيه هو الصح واستمري على هيك. لكن وقت المشكله ايه مو من شيء قليل فلانه قالت عنك هيك، ما انت كان موقفك انه انت كنت مناهض معها وواقف معها وواقف بصفها، ليش وقت المشكله انقلب موقفك؟ اذا هو يا احد الامرين، يا كنت عم تكذب عليها يا كنت عم تنافقها. فانتبهوا كتير هاي الاشياء، حتى بعد الصلح بتضل بتعمل ندبه. لما واحد مثلا بيكون قايل لك سر ولا حاكي لك شيء مضايقه وانت انصفته بساعه الرواق وقت الغضب استخدمته سلاح ضدك، انتبهوا كتير هاي بتصير، كتير بتصير، بيصيد بالمي العكره. طبعا ليش الرسول صلى الله عليه وسلم انه في احاديث بما معنى انه لا تغضب، تمام؟ لانه وقت بيغضب الانسان بيضعف، ولما بيضعف بفوت الشيطان بيصير سهل انه يتحكم فيك وبيبثلك بقى الاشياء، وانت فورا بتاخذها وبتحكي، فورا بتاخذها وبتحكي. انتبه انتبهي، لانه حتى بعد الصلح وبعد ما تتصافوا وتتصالحوا رح تضل هاي الكلمات مثل الرصاص. فاذا الشيء الثاني انتبهوا انه تأذوا بعض جسديا، ضرب او مو شرط ضرب الجسد، كمان ضرب بالكلمات، وهذا اللي مؤذي اكثر. المؤذي الاكثر لما انت بتضربها بالكلمات او هي بتضربك بالكلمات، هذا المؤذي اكثر، وهذا اللي بيضل اثره اطول. الالم الجسدي يومين ثلاثه بيطيب، طبعا الاثنين لا، انا ما عم اقول يعني ايه معلش الالم الجسدي، لا الم جسدي ولا الم نفسي، والالم النفسي لسه اشد. فاصمتوا، هيك هيك الهدي النبوي، هيك امرنا الهدي النبوي انه الواحد يغير حاله، يتوضا، وان كان قاعد يوقف وان كان واقف يقعد وان كان بمكان يغيره، لحتى شو يتغير شوي موده، يعني يتغير شوي الظرف اللي هو ماشي فيه، او حتى يرقد شوي مثل ما قلت لكم مثال الكاسه، لحتى يروق شوي وتبين معه الامور. مثل ما قلت لكم المي بتبين فوق والرمل تحت، بتبين معه المشكله هيك من فوق، هيك بتبين واحد اثنين ثلاثة، فبيعرف يحكم أسرع. فأعكم تتسرعوا وقت الغضب وحاولوا تملكوا نفسكم عند الغضب قد ما بتقدروا، وعطوا عذر واستنوا، لا تحكموا لحتى تسمعوا الأمر بداية من البداية إلى النهاية، بعدين ابقى خذ القرار اللي أنت بدك إياه. إذا هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث قلت لكم إنه لما الإنسان بيكون معصب بصير الشيطان سهل إنه يتحكم فيه، والإنسان بيكون عم يتصرف بدون عقل لأنه معكر، تذكروا الكاسة، لأنه معكر. فانتبهوا إنه تضبطوا، دربوا حالكم، تضبطوا حالكم عند الغضب. لما تتضايق من 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 لما تتضايقي من زوجك، أو هذا خصوصي للنساء يعني بصراحة كلياتنا الله يهدينا ويصلحنا، لما تتضايقي من صديقتك، من قريبتك، من زوجك، ما تدعي، ما تدعي، أوعك الله ياخدك، الله يخلصني منك من هذا الحكي، لعل توافق ساعة استجابة، لعل توافق ساعة استجابة. فلا وانت كمان ما تدعي عليها، الله ياخدك، الله يقرفك من هدول الكلمات اللي بيدعي الزوج على زوجته، او الله يريحني منك، او روحي حدك 60 جهنم، الله يحرقك من هذا الحكي. ما بتعرفوا لعل توافق ساعة استجابة فيستجيب الله عز وجل. انت اللي عم تدعي على زوجك، تخيلي في كومة حطب موجودين وحطوا زوجك قدامك ليحرقولك اياه مثلا، رح تقدري؟ انت ما بتقدري على الغريب تشوفي هذا المنظر لتشوفي زوجك. فهيك انت وقت عم تدعي عليه، او انت وقت عم تدعي عليها لزوجتك، فتخيل انه حطوا كومة حطب وحيحرقوها هلأ قدامك وانت على اساس يعني مالك معاقب وحيحرقولك وكل شيء، ما حتوافق، ما حتقدر، قلبك ما حيتحمل تشوفه عم يحترق قدامك وهو عم ينظر لك ويقول لك مشان الله انقذني. ف ان كان ولا بد من الدعاء، ادعي له بالهدايه او ادعي له بالهدايه. هذا الكلام ماله سهل، والله انا بعرف انه ماله سهل خصوصي على النساء، الله يهدينا ويصلحنا. النساء اكثر بهذا الامر من الرجال، والله هذا هي النصايح أنا بحكيها إلي قبل ما إلكن إياها إلكن، حتى ما أكون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فأنا عم بكبر معكم وربي حالي معكم، وأي معلومة بسمعها أو بحب نطبقها سوا مع بعض أنا وياكم، تمام؟ فالله يهدينا ويصلحنا، انتبهوا على الدعاء، انتبهوا. وسبحان الله كمان هي من الأمور اللي ما بتنتسى حتى بعد ما يتصالحوا الاثنين، بضل بيتذكر لها انه انت دعيتي علي او انت دعيت علي، وتضل تعمل ندبة بالقلب. فانتبهوا لهذا الامر. الامر اللي بعده، الامر الرابع،
مثلا زوجتك كان عندها عيب من العيوب زمان، وانت وهي يعني تخلصت من هذا العيب الحمد لله وصارت افضل وكذا، ما تجي تقول لها انت من يوم يومك هيك، انت من وقت ما اخذتك هيك انسانه فاشله، انسانه مدري شو، او انت تقولي له نفس الكلام فتساعديه من حيث لا تشعري انه يرجع للعيب اللي كان يعمله اصلا من زمان، وهيك انتوا اثنين ما حترتقوا وما يعني تتحسنوا للاحسن. فاتركوا واتركوا الماضي واتركوا العيوب اللي تعالجت من زمان وفكروا بس بسبب خلافكم اليوم. أمر تاني، لما بتختلف مع زوجتك أو بتختلفي مع روعك قدام الأولاد يكون هذا الشيء، أو الأولاد يدروا بأي خلاف صار بينكم أنتوا الاثنين، هذا الشيء بيولد حقد وكراهية تجاه الأم أو تجاه الأب بغض النظر يعني عن الغلط. يعني بقصد أنه أي ممكن تكون الأم ظالمة أو الأب ظالم ويجي الطرف المظلوم يشتكي للأولاد أو يظهر هذا الشيء قدام الأولاد. فهالابن تلقائي خصوصي يعني العلم في الصغر كالنقش على الحجر، الولد الصغير ذاكرته كتير قوية فما حينساها حتى وقت يكبر، وبيلاقي حاله فجأة لما كبر بيكره أبوه أو بيكره أمه، وبتكون أبوه أو أمه هن السبب. وطبعا يعني مزبوط بيكون حدا منهم ظالم يعني وكذا، بس بيكون في كره زيادة عن كره انه هو مثلا الام ظالمة او الاب ظالم. فلا تشركوا ابنائكم، وكذلك للاصدقاء ما تروحوا تحكوا مثلا اختلفتي انت وصديقتك، اختلفت انت وصديقك، تروح تحكي لصديق ثالث مشترك بيناتكم، فانت هيك كمان هتخليه يكرهه. لما تتضايق من صاحب المشكلة روح لوشه لصاحب المشكلة وقل له أنا تضايقت منك، اشكيها لزوجتك منها، يعني اشكيها منها إلها، إلا أنا عم بشكيكي لنفسك أو أنتي أنا عم بشكيك لإلك. هلأ طبعا حتى كمان بين الصديقين هذا الحكي بين الأقرباء، هيك منه أنت فشيت قلبك وشكيت لصاحب العلاقة، ومنه أنت ما غضبت، ومنه هذاك الطرف الثاني حيفكر بحل المشكلة. طبعا هذا إذا فيما لو الطرف الثاني كان عنده شوية وعي وشوية إدراك. أحيانا الزوج يبتلى بزوجة ما بتفهم، قاد ما اجى شكاله ما في بفوت من هون بيطلع من هون. كمان احيانا الزوجه تبتلى بزوج ما في يعني خلص ابتليت فيه ما عاد قدرت تطلع تفك منه، مو سهل طبعا. نعرف نحن لما الزوج يبتلى بهيك زوجه او الزوجه تبتلى بهيك زوج، فلما مثلا احيانا مو من الحكمه لما تروح بدها تطبق كلامي وتشتكي منه لإله، فيمكن يثور عليها يغضب منها اكثر، تزيد المشكله اكثر، يعني ما يكون هذا حل ناجح بكل الاحوال. انا طبعا عم اقول اذا كان الطرفين واعيين ومتقبلين انه يغيروا حالهم للاحسن والافضل، لكن اذا كان بعيد عن الله عز وجل او كانت بعيدة عن الله عز وجل وما في امل من الكلام، فالجأوا الى الدعاء الى الله عز وجل بانه الله يهديها ويصلحها. واشكوا امركم الى الله، ما تروحوا من باب الفضفضة تحكوا للناس. احكوا للناس اذا كنتوا مثلا بباب انه عم تحلوا مشكلة، يعني انه انا بدي اشوف حالي غلطان ولا مو غلطان، حقول لك 1 2 3 اللي بركي انا غلطان، وما لانه من باب رأيين احسن من رأي، او عم يستشير الطرف الثاني، ايه هيك ما عادت غيبة تمام. اما انت تكون عم تحكي، وطبعا فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني بتحكي على قد الكلام وبتروح بتحكي الماضي والحاضر والمستقبل وشي بطعمه وشي بلا طعمه، لا احكي الشيء اللي على قد هاي المشكلة اللي انت لازم تحكيه، واللي فعلا انت من جواتك تكون بحاجة لحكم، انه انت عم تحط حالك بحيادية بعيد عن الموضوع وبدك تشوف هل انت ممكن. احيانا كتير نحنا نعرف اللي جوات الدائرة ما بيشوف مثل اللي برات الدائرة، فكتير احيانا نحنا بنكون مثلا يعني مفكرين حالنا صح وهيك، لما بيجي واحد من هون واحد من هون واحد من هون بيقلنا انه لا انت غلطت بواحد 2 3 كذا، او لا انت لازم ما كنت تعمل هيك كذا، هون صار انت عم تحكي للطرف الثاني من باب انك تحل المشكلة مو من باب انك انت مثلا عم تغتابه. ففي فرق. شيء تاني انه لما تختلف مع زوجتك او تختلفي مع زوجك، وعيك تدخلي اهلك او تدخل اهله، دائما اتفقوا انه نحن الاثنين مهما صار بيناتنا حتضل مشاكلنا بيناتنا وحنحلها مع بعض. صدقوني هيك التصالح كتير بيكون سهل، وحتى بين الصديقين على فكرة نفس الشيء، بس طلع الامر برات هالاثنين صار صعب جدا 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 ويكاد يكون مستحيل بقى التصالح. ليش؟ لانه انتو اثنين ممكن تكونوا تصالحتوا، بس الاطراف اللي انتو رحتوا حكيتوا لهم بيضل ببالهم هذا الشيء، ما حينسوه. انت بتكوني مثلا شوهتي صورة جوزك قدامهم، ويمكن انت تكوني غلطانة اصلا، يعني انت عملتي غلط يعني انك شوهتي صورة زوجك قدامهم وانت اصلا كنتي غلطانة تمام، وبعدين ادركتي غلطك، فانت خلص ما عاد فيك تقيمي هي الصورة اللي زرعتيها كمان. وانت يا زوج
الزوج نفس الشيء، ممكن انت تكون شوهت صورة زوجتك قدام بيت اهلك وكرهوها ومع الايام اتضح انه لا انت كنت غلطان واقتنعت بغلطك واعترفت لها بغلطك، بس هن ما حينسوا دائما. سبحان الله، بيقولوا مثل بسوريا عنا القرد بعين امه غزال، والبنت كمان نفس الشيء، هذا المثل بينطبق. ما حدا بيقول عن زيت وعكر كمان، يعني هذا مثل بنفس المعنى. فانه يعني سبحان الله اهل الزوج بيكونوا هيك بالفطره بالعاطفه مع ابنهم، وكمان البنت نفس الشيء بيكونوا اهلها معها، فحيكون حكمهم مثل ما بيقولوا شهاده مجروحه يعني. انتبهوا كتير 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 لهذا الأمر. أمر تاني، لما توقع بخلاف مع زوجتك أو توقع بخلاف مع زوجك، أوعك تهينها أو هي تهينك. تقولي له مثلا أنت مالك رجال، أو تقول له أنت أنا حاس حالي متزوج رجل مثلا، تقسى عليها بكلماتك فيزيد الخلاف أكتر وأكتر. ما بصير أنتوا اتنين تشدوا مع بعض، واحد يسكت واستنوا ليروق الطرف الثاني، واحد يسكت، واحد يكون عارفان حاله انه هو اشد حلما من الطرف الاخر. دائما كل اثنين، الا ما يكون واحد يعني حتى تمشي المركب سبحان الله، بيقولوا لازم يكون في واحد مغلوب، بما معنى انه بيكون في واحد عنده حكمة وصبر وتحمل واحتواء اكتر من الطرف الثاني. فكل حدا يعني كل اثنين كل واحد فيهم بيعرف مين اكتر بيقدر يحتوي الثاني، فاللي عنده الاحتواء هذا الاكبر يصمت مهما هان ومهما حكى. حط ببالك أو حطي ببالك مثل ما قلت لكم، هلأ هو معكر، هلأ هي معكرة، وبيكون غالبا يعني بيكون هاي الكلمات المهينة اللي بتطلع بيكون أحد الطرفين أصلا عم يستفز الطرف الثاني، بيعرف أنه هاي الجملة بتستفزه. ما قلت لكم بيكون أصلا يعني الشيطان سهل أنه يتحكم فيه، فبيكون سهل الشيطان شو ما حط فكرة بباله ياخدها هداك فورا وينفذها الشخص الضحية يعني أنا بعتبره. فانتبهوا انتبهوا انتبهوا يا جماعة. شغلة أخيرة، طبعا هن شغلات كتير كتير كتير، لكن هدول الأهم، أهم شيء هدول. لما أنت بتتخانقي مع زوجك، لا تطلعي من البيت وتتركي البيت وتمشي. القرآن الكريم قالك ولا يخرجن بحال الطلاق، هذا الحكي يعني إذا طلقك فكيف إذا كان مجرد خلاف ما وصل للطلاق. طبعا بالطلاق يعني بالوقت الخلاف العادي هو اولى من الطلاق، فمو دغري اول ما صار خلاف بينك وبينه وضاب بغراضك وانا طالعه او تركت لك البيت وماشيه، لا تكبري الفجوه بينك وبين زوجك. ومو كل كلمه كمان شغله مهمه ضلي تقولي له طلقني طلقني على العمال على بطال. كلمه طلقني اول مره حيستنكرها ويقول لك ما فيني استغني عنك كذا، شوي شوي حتصير الكلمه سهله وممكن يقولها بلحظه غضب. هو معصب تطلع منه ويوقع الطلاق لا قدر الله. فاصمتي واهدي واعتبري انه يعني هلا هو معصب او انت نفس الشيء يا زوج، اهدى. ومثل ما قلت لكم كل اثنين واحد منهم بيعرف انه انا بقدر احتوي اكثر ما هو يحتويني، او العكس احيانا بيكون الزوج هو قادر على الاحتواء وعنده صبر وتحمل اكثر من الزوجه، او احيانا هي يعني هذا الشيء مو خاص بهدول ولا خاص بهدول. فانتبهوا انتبهوا يا جماعه لهي الاشياء، هاي الاشياء لكل لا يعني بتنفع لاي اثنين، لاي علاقه، لاي اثنين متفقين مع بعض، مثلا صديقين، اخين، رفيقتين، زوج وزوجة. فانتبهوا لهي الأمور، حبيت سلط الضوء. نحن كتير دائما دائما منلاقي المشاكل بتوقع والخلافات بتكبر وبتصير صعب حلها، لكن إذا تجنبنا هاي الأمور بتصير الأمور أسهل بكتير. يا رب يكون فدتكم. هذا الموضوع انطلب مني اليوم فحبيت أحكي لكم فيه، وشكرا لكم على حسن المتابعة وشكرا لكلامكم الحلو، وأنا متشوقة أسمع كل شيء جديد عنكم كلكم اللي عم يتابعوني إن شاء الله. هلا حنزل هذا الفيديو وروح شوف كل مين جعلق عندي شو نزل وشو محتوى، واترك له تعليق ولايك، ولا تنسوني من اللايك إذا عجبكم المحتوى. وإذا كنت جديد على قناتي أو جديد على قناتي وأول مرة بتسمعوا فيني، فلا تنسوا تضغطوا على الزر الأحمر للاشتراك وتعملوا لايك، وإن شاء الله مثل ما حتدعموني حأدعمكم. نحن مثل ما بقولكم نكبر مع بعض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.